بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبات العنكبوت. تتميز نباتات الزينة بأنها من النباتات الجميلة التي تمنح المكان لمسة من الجمال والحيوية، وكذلك من النباتات الاقتصادية التي من السهل شرائها والاعتناء بها. يوجد أنواع كثيرة من النباتات المخصصة للزينة، ومنها نبات العنكبوت كلوروفيتون. البعض يسميها نبات الغيلان الزاحف، وسميت بذلك لنمو نباتات صغيرة متشعبة على سيقانها. وكغيره من النباتات يحتاج إلى عناية واهتمام. تتميز هذه النبتة الجميلة بأوراقها الصغيرة الطويلة تشبه أوراق العشب، سيقان صفراء زاحفة تتدلى عليها أزهار بيضاء خلال فصل الصيف. تتكاثر نبتة العنكبوت من خلال الأزهار، حيث ينمو نبات جديد يشبه النبات الأم، محبة لضوء الشمس، وتعمل على تنقية هواء الغرفة المتواجدة بها. كيفية العناية بنبات العنكبوت؟ يفضل عدم تعريضه إلى أشعة الشمس المباشرة، بالرغم من أنها تفضل الضوء، ودرجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. السقي، الري. تحتاج إلى الري اليومي في فترة الصيف، وكمية مياه أقل في فصل الشتاء. يتم تزويدها بالسماد المركب كل أسبوعين. كيفية الإكثار من هذه النبتة؟ كيفية الإكثار من نبات العنكبوت؟ الطريقة الأولى، يتم نزع هذه العناقيد من نبات الأم وتوضع مباشرة في الماء لكي تنضج وتنمو لها جذور جديدة. الطريقة الثانية، طريقة الترقيد بتمر الساق الذي يحمل هذه العناقيد والمتدلي من النبات الأم في التربة مباشرة، مع جعل أوراق العناقيد يظهر جزء بسيط منها فوق التربة. طريقة التكاثر بالترقيد، نحتاج نبتة أم بها عنقود متدلي، الصيص فارغ به تربة صالحة للزراعة. نحمل العنقود ونضعه في الإصيص بوضع حفرة صغيرة، ونضعه باستعمال دبوس. نثبته جيدا ثم نضع القليل من ماء للسقي. وهكذا أصبحت لدينا نبتة ثانية من نبات العنكبوت. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب. شكرا، مع السلامة.